صباح الخير، كل التحيات لكم. حلقة جديدة من مشاكل وحلول، منبلشها بإشارة المخرج باسم جابر. هذه الحلقة رح تكون طبعا فيها سلة مشاكل. طبعا هو البرنامج مشاكل وحلول، ولكن بنحكي عن مشاكل، بنقول مشاكل قديمة متجذرة، بنسعى مع المعنيين تنقول هذا هو الحل. بنشكر كل مسؤول بيسعى لحتى يقدر يساعد ويقدم المساعدة ولو كانت الإمكانيات لا تسمح. بهذه المرحلة عم نحكي عن إعادة فتح البلد بدءا من التنين، بين ساعة وتانية مفترض يكون في قرار. المطاعم، المقاهي، المؤسسات السياحية، كل مكان بهذه المرحلة مقفل رح يفتح. رح نضوي على الموضوع مع وزارة السياحة، مع مازن بودرغم مستشار معالي الوزير وعضو لجنة التدابير الوقائية من فيروس كورونا. وبدي رحب فيه معنا مباشرة من خارج لبنان، تحديدا من الإمارات ومن أبوظبي. استاذ مازن، بدي حييك عبر مشاكل وحلول، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك استاذ، صباح الخير. اشتقنا لك. ونحن بالأكثر والله. وبالاستوديو مباشرة معنا عضو تجمع أصحاب المقاهي سمير يعقوب، يلي معه رح نسمع صرخة وجع لهذه المؤسسات. استاذ مازن، اليوم سؤال بديهي بيطرح نفسه، قديش واقع مهم بدنا نفتح البلد، الكل بيطلب، ولكن قد لا تسمح يعني كورونا وظروفها، خاصة كان ارتفاع عدد الوفيات الله يرحمهم بسبب الفيروس 73 مبارح، وكانت نسبة الإصابات عالية جدا. فاليوم مع هذه المرحلة شو هي تمنياتكم؟ لأنه عرفنا أن الوزارة لا تعارض إعادة الفتح شرط اتباع الشروط يعني اللي كانت سائدة قبل الإقفال الطويل واللي دام شهرين ونص تقريبا. الخلاصة بحب اسمعها منك بهذه الإطلالة عبر برنامجنا. أول شيء بدي بلش بأنه الصرخة مشتركة نحن وأستاذ سمير وأصحاب المطاعم، هي صرخة واحدة، لأنه المبدأ واحد والقطاع خوفنا عليه واحد، وكليتنا نتأذى كلبنان كوزارة وكمطاعم، كليتنا نفس الأذى. القطاع السياحي هو المرتكز الرئيسي والأساسي والأول والأخير للبنان، والعامل الوحيد لإنقاذ هذا البلد من التداعيات، الإفلاس أو كما أفلس أو كما أفلس، يعني مثل بدك تحط هذا البلد. فعندك القطاع السياحي هو القطاع الوحيد اللي بعد قادر يستمر لإنقاذ هذا البلد. اليوم الوزارة حكما هي مع إعادة فتح هذا القطاع. نعم. لعدة أسباب. السبب الأول هو أنه هذا القطاع عانى معاناه. المطعم هو منه كرسي وطاولة، هذا عم نجرب نقوله للكل. المطعم هو شاف، هو إكيب عمل، هو اسم، هو مجموعة من الأشياء متلاخ. هو استثمار، يعني هو استثمار المطعم. واستثمار جريء بهالمرحلة. طبعاً. مش مزبوط. هذا هلا مين ما عاد يسترجي يستثمر. خلينا نسأل صديقي ضيفنا الموجود معنا سمير يعقوب، عضو تجمع أصحاب المقاهي. يعني أنا تركت حضرة مستشار وزير السياحة مازن يرحب فيك. شغلة كتير مهمة، هو فعلا قال صرخة وجع، عم بيحكي اللي أنت بدك تقوله. أول شيء بقول له صباح الخير، إن شاء الله إن شاء الله بترجع على لبنان بخير وسلامة. نعم. احنا والله زيارة بس جينا كم يوم ورجعين. لا اكيد انا متمنى لك الرجعة. استاذ مازن، نحن عم نحكي عن استثمار للمطاعم وافلاس. ما معكم خبر انه نحن افلسنا؟ بلا استاذ مازن، انتوا وزارة معنية. اليوم عم نحكي انا وياك، انت مستشار وانا تجمع مقاهي ومستثمر في هذا البلد. طيب اليوم يا استاذ مازن، نحن ضد الفتحه. رح تتفاجئ ليش. لا اقول لك ليش. لا بعرف لا اقول لك بس وضح له انتم مين. نحن تجمع المقاهي والمطاعم. كلكم كلمه واحده. نحن امبارح كان عندنا اجتماع وانا موكل اني احكي باسمهم. في عالم مجبوره تفتح يلي هي سنكات ولا هيدا، بس نحن كاسامي كبيره استاذ مازن، خليني معك، خليني بس خليني اشرح لك استاذ. اول شيء نحن صرنا مسكرين وفاتحين 8 مرات. حلنا بقى في انه قطاع السياحي ما بقى له وجود بلبنان. هلا حر توافق معي حر لا، بس هيدا الحقيقه، هيدا الواقع. اليوم نحن كل مره منجيب اغراض بقيمه يلي عنده 3 فروع او 4 فروع بقيمه 100 مليون
للخمسين مليون بدنا نحط من الخمسين للمية. شو بدك توصل له؟ بدي وصل له انه استاذ مازن هيدي الغلط نحن عم نقول لك هاي الفتحة غلط. خلينا نسمع شو رأيه. لا بس خليني افسر له ليش. ما بدك تسمع لانه اليوم نعم. الفتحة عم بيقولوا لنا افتحوا بس نحن مفلسين على دولار 13 و15 و14. لا مصرياتكم وين؟ انا بدي من مصرياتكم وين مفلسين؟ راحوا بالبنوك ما اخذوهم يعطونا اياه وانت نقدر يمكن يمكن استاذ مازن بس خلينا نسمعه دقيقه نسمعه وبرجع لك. خلينا نسمعه تفضل تفضل استاذ مازن. يمكن اللي عم يحكيه استاذ سمير وكل هالمقاهي يعني انا بحط القطاع لانه كله يعتبر هو قطاع واحد هو هيكليه وحده ما 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 بفرق بالقطاع. اللي عم تحكيه صحيح نحن كوزارة والنقابات اللي تابعت معنا كنا بتعرف قديش نحن قتلنا داخل لجنة الكورونا. دايما في عندك صراع بين طرفين القطاع الطبي والقطاع الاقتصادي يعني فدايما هذا الصراع موجود حكما بدنا نوجد حل مثل ما بيقولوا خيط رفيع بين الطرفين وهي دايما مثل السيف ذو حدين انسكرت مشكلة وانفتحت مشكلة. هلا هيدي شو رايك بهالمرحله بدي اعرف استاذ مازن انتم ما كنتم مسؤولين عنها هو الوباء الموجود بالبلد وعدم الالتزام الكلي. يعني نحن بعدك عم تقول لي انا بدبي في التزام كلي او ابو ظبي في التزام كلي الناس بتمشي بكمامه بتمشي بالتزامات نحن تحت جربنا بتسكير المطاعم بتسكير المقاهي بال انا بس لانه بطل بسمعك ذات سوري سوري يعني حتى طول بالنا استاذ سمير اي سوري ف نحن بنجرب كثير لنشتغل لفتح هذا القطاع واستمرار هذا القطاع وهي القطاع ما يوقع لانه بنعتبر انه هو الركيزه الاساسيه وهيك بلش حديثي وما لا مره طلعنا حكينا غير بهيدي اللغه انه هو الركيزه الاساسيه للبنان بجيب كان 10 مليار دولار ما في ولا قطاع جاب 10 مليار دولار مازل هو الركيزه الاساسيه. اذا بتسمح لي انتم بدكم يفتح لانه استاذ سمير عم بيقول هني ما رح يفتحوا انتم بدكم هذا القطاع يفتح تنين نحن انا ما بقدر الا اكيد انا بدي يفتح هذا القطاع لانه هذا القطاع لا عم بيزيد بالبواء ولا شيء. اليوم نحن شفنا خلال فتره وهذا كان النقاش الطويل اللي تناقشنا فيه داخل اللجنه اليوم في راس السنه وقبل راس السنه كان عندك الوباء انتشر بداخل البيوت يعني انه صار في تجمعات بالاعياد داخل البيوت نعم. ما كان السبب الرئيسي أوكي. والوحيد هو المطاعم والمقاهي. انا ما عم بحكي عن النايت لايف انا عم بحكي عن المطاعم والمقاهي اللي هي موجوده بلبنان نعم. النايت لايف تختلف لانه هناك في اختلاط اقرب في ناس بيكونوا اقرب لبعض منشان هيك في وجهة نظر بتقولوا حتى بالبلدان العالم مانعين النايت لايف لحد هلا. نحن اليوم المطاعم هو محل منفس للبناني التزامه كله. نحن امبارح رفع معالي الوزير كتاب للواء اسمر طلب فيه باعاده الفتح تحت الشروط والضوابط اللي هي بعد عن بعض مترين اذا كانت اقل من مترين نوضع البلكسي بين الطاولات بين طاولات مترين 50% القدرة الاستيعابية التهوئة الكلية للمطعم يعني فتح الباب الشبابيك الواجهات كلها ليس في عنا دورة الهواء داخل المطعم موجودة الحجز المسبق على المطعم قبل ما يروح الواحد يركض لحتى ما يصير في عندك نطرة قدام الباب برا لحتى تفوت العالم. خلينا نسمع استاذ سمير شو تعليقه على اللي انت عم بتقوله لانه هو اختصر وقال له شو الفتحه من الاساس. استاذ مازن انت اساس ما جاي تخبرني استاذ مازن جاي تخبرني من بعد سنه بتقول لي ايه نحن عارفين انه المطاعم منا هي المسببه بكورونا. انا قلتها بتلفزيون لبنان بقبلتين انه هيدا المطاعم ما لها قصه كورونا. جاي تقول لي هلا يا استاذ مازن من بعد سنه انه انا بدي افتح بشروط. انا ما بلتزم بشروط لافتح معلم من بعد سنه وانتم عارفين انه قطاع سياحي بس لحظه خليني اكمل استاذ مازن من بعد سنه وانتم عارفين المطاعم مش هي اللي سببت بكورونا. انتم السوبر ماركت ما التزمت القطاع كل القطاعات اللي سوق الخضره المواقع الدوله الماليه السيارات جيتوا اخر شيء هلا من بعد سنه بتقولوا لنا نحن عارفين انه مش المطاعم سببت بكورونا. قاموا علينا العالم كله انه راس السنه هي اللي سببت كورونا. انا رح اقول لهم هلا على لايف انه المطرب اللي راح غنى بحفله فيها 800 شخص ما كان لازم يغني كان لازم يحمل حاله ويفل بس ما بتحملوا قطاع السياحي. هيدا هو الخطا اللي اكس ويجراج حمل انه قطاع السياحي يعملوا كله اثنين. انا بدك انا بدي اقول لوزير السياحه انا ما راح افتح بشروط لانه انا ديجا مكسور
نحن ديجا مقفلسين، بدك ينا نعمل بي سي ار، وبدك ينا نعمل اكس واجراك و... طب كيف يا استاذ مازن؟ ليه عم تحط علينا هذه هذه الشروط؟ ما زال انت عارفين انه نحن منا مسببين الديراك بكورونا. انا بدي اسالك سؤال لحمايتك، بس لحمايتك ساله سؤال تيجاوب، لازم نسمع. انا بدي اسالك سؤال، هل بتضمن لي، بليز جاوبني اياها بكل صراحه، عم نحكي بصراحه مع بعضنا، هل بتضمن لي فتحه التنين بعدم تسكيري بعد جمعتين؟ لانه انتبه استاذ مازن، هيدي فيها مسؤوليه كبيره. اليوم انا هلا عم بيجيني مساجات من الشباب انه اليوم بدنا نشتري بضاعه، اقل شيء بدنا نشتري ب 70 80 مليون، يعني هن ماشي استاذ مازن ما بيفتحوا مطعم بقى. هل تضمن لي اوكي انه ما بقى في تسكير؟ استاذ مازن تفضل، لألك بدي اسمعك. لألك انا ببلش، انت بس تحكيني ما بقدر اسمع غير لما بيوصل صوته مقفل. ايه معلش مش هيك، انا ما بدي فوت ديبيت. ايه اوكي تكون واضحه، بتحب تفتح اهلا وسهلا افتح، ما بتحب تفتح انت صاحب الخيار والمطعم والمؤسسه، انا ما فيني اتدخل معك اكثر من هيك. فيك تضمن، انا عم بحكي كقطاع الضمان، انا مسؤول عن قطاع الضمان، فيك تضمن فيك بس هيدي تضمن له، بتقدر تضمن له؟ لا لا اكيد لا، نحن اليوم منا شغله وزير السياحه ياخذ قرار بنسكر او بنفتح، هيدا قرار لجنه الكورونا والمجلس الدفاع الاعلى، شو قرار عندي. حلو، نحن اليوم لجنه الكورونا معترضه على الفتح، نحن توجهنا بكتاب لا 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 لواء اسمر بمطالبه باعاده الفتح، وحكي مع رئيس الحكومه لاعاده فتح القطاع. اليوم الوزير عم بيعمل كل جهده لاعاده فتح القطاع لا للمحافظه على هذا القطاع، ولانه هذا القطاع هو القطاع الرئيسي. اليوم انا من خوفنا على القطاع ومن حرصنا وحرص معالي على انه هذا القطاع لا يتدمر اكثر ما تدمر. اليوم كان عندنا مؤسسه، اليوم اذا فتح بيفتحش اكثر من 2000 مؤسسه. اليوم انا بعرف وجعك وبعرف صرختك وبعرف، وانا معك، انا عم بصرخ نفس الصرخه، الفرق بيني وبينك انا عم بصرخ معك انت عم تصرخ علي. لا استاذ مازن انا عم بسالك، استاذ مازن انا عم بسالك، انا عم بصرخ عليك لانه هو انا هو أنا عم يحكي، ما فيك تحكي ما بيوصل الصوت. اوكي استاذ مازن انا مش عم بصرخ عليك، انا عم بصرخ الحق. انا خليني بس اقول لك شغلتين، الدولار السياحي يلي هو حقنا بالبنوكي يا استاذ مازن، اليوم مؤسسي، اليوم مؤسسي بتكلف فتحه 100 مليون و150 مليون، نحن معنا مصاري بالبنك، بدكم ايانا نروح نتدين؟ خليني مرق لك هاو. اليوم انا واستاذ نقولها اذا بتحب بنطلع على طرابلس، معلي خليني اذكر ما بقى بدي اخبي شيء، هلا بنطلع مطاعم فاتحه، ليش السياحه على مناطق ومناطق؟ خليني كفي بليز، ما حكي بعد. المياه والكهرباء والضرائب يلي قدمناها، يلي قدمتها النقابه، المياه والكهرباء والضرائب ما حدا منهم عمل شيء. ليش بس نحن بمناطقنا يا اخي؟ عيب نحكيها بس خلينا نحكيها بس لنعرف نحن اذا غلطانين. من الدوره مين مناطقكم يعني حبيبي؟ من الدوره، من الدوره للبترون. أي. نحن اول عالم بناكل زبوطه وغيرنا فاتح وما فرقاني معه حدا. هذا كلام مش صحيح حبيبي، انا ما قادر اطلع. طيب انا بليز ابعت لي واتساب، بدي ابعت لك امبارح بطرابلس كل العالم عم تارجي. هيدا الشكل الاعلامي. اذا بدك اذا بدك يا حبيبي استاذ مازن بس سؤال، اذا بتسمح لي، يعني هلا نحن هالحركه اللي عم نحكي عنها، يعني نحن بانتظار قرار يصدر اذا رح تفتح المقاهي والمؤسسات السياحيه الثانيين. بدي اسالك ماذا عن شهر رمضان الكريم؟ شهر رمضان على البواب، يعني رح ناخذ قرار تبقى هذه المؤسسات اللي معودين برمضان الكل يعني يرتادها، رح تكون مقفله هذه المؤسسات بشهر رمضان؟ القرار لحد اليوم عم نمشي نحن بقرارات. اليوم انت بوضع كورونا، اليوم نحن ما نطلع نطلع نحن منخبر الناس شو عم نعمل. نحن ما نطلع عم نعمل مناظرات او سجالات اعلاميه في سبيل انه نحن موجودين على الاعلام. انا معك، نحن اليوم بنطلع عم نحكي، نحن عم نقعد مع النقابات، استاذ توني الرامي، نقابات كل النقابات، الحاج علي طباجة، الشباب كلهم عم نقعد نحن وياهم نحكي نحن وياهم، والكل ليتهم بيعرفوا قديش هيدي الوزاره وبالتحديد معالي الوزير مشرفيه شاغل وعم بيضحي وبيركض كرمال الشؤون وكرمال السياحه بهذا البلد، لانه المشكله عندك السياحه هي القطاع الرئيسي، وزاره الشؤون هي الوزاره كمان اساسيه، فعم نشتغل انفرال على الاثنين. اولا، ثانيا نحن عندنا اصرار على فتح هذا القطاع للمحافظه عليه قدر الامكان، يعني
بلش بكلامي انه هو منه طولات وكراسي، وبعتقد فهم علي استاذ سمير شو يعني مش طولات وكراسي، يعني الشيف اذا فل من لبنان ما فيك تجيب شيف ثاني، بدك ترجع تاسس من الاول، نحن عم نقول لهم خليهم تو سرفايف، يعني على القليله يعيشوا لحتى نرجع نشوف شو بده يصير لقدام بوضع الوباء، اليوم اجى الفاكسين، اليوم مستوردين مبدئيا مليون لقاح جمعية الصناعيين، فاليوم القطاع الخاص يعني، فاليوم هذا التطور اللي عم نروح فيه ممكن يساعد، دبي فتحت بشروط والتزامات، انت بتقلي طرابلس، لا مش صحيح، انا عندي سبوتة حبيبي، بدك تقرير كامل بعطيك، بكل مناطق، ما نفرق منطقة عن منطقة، بس انا ما بقدر غطي ب 200 واحد شرطة سياحية وضابطة سياحية لبنان ليل نهار، ما كمان الالتزام من اصحاب المؤسسات، بس تقلي واحد راح غنوا عنده 800 شخص كان موجود، صاحب المؤسسة بده يطلع كمان بالكورونا، ما أنا ما بقدر لحق على كل شيء. المسؤولية مسؤولية فردية قبل ما تكون مسؤولية الدولة، من هون منبلش، فلهالسبب نحن اليوم مع إعادة الفتح أكيد ودائما تحت الشروط اللي هي بتحافظ على عدم انتشار الوباء، التباعد الاجتماعي مطلوب، نسبة التشغيلية أنا بدي أسأله 50% بتخليك تعمل بريك إيفن؟ ما بتخليك تعمل بريك إيفن، يعني اليوم أنت حتى لو فتحت بسعر الدولار اللي هو صار 15,000 انت خسران على من قبل ما تبلش، فانا عارفك انت عشان عم تصرخ منشان هيك بسمعك، بس انا بدك تعرف انه انا معك مش ضدك، نحن كوزاره عم نشتغل على اعاده الفتح، عم نشتغل على المحافظه على الفتح، عم نطلب من اصحاب المؤسسات الالتزام معنا، مش لحتى نحن نقول نفذنا القرارات، لا، لحتى نقول انه نحن قادرين نستمر. استاذ مازن جاييني رمضان حتى نستمر معك باذن الله، جاييني رمضان وعيد الفصح سيدي بدك استمر، انا بكره اذا صار في اختلاط كبير وطلبت رجعت الوزاره مجلس الوزراء طلب الاغلاء شو بعمل؟ القرار ما له بس بايد فرد، هو قرار مجتمع كله سوا، اليوم لجنه الكورونا بتعطي ريكومنديشن، نحن بريكومنديشن لجنه كورونا مرات ما بنوافق معهم، ونحن من اكثر الناس اللي بتصرخ جوا، انا ما ثقبت قعد انا وياك استاذ سمير، بس اذا بتسال كل الشباب اللي هن عم بيتابعوا والنخبات بيعرفوا قد ايه نحن بنقاتل جوا لندمج بين قرار اللجنه بالمحافظه على الصحه وقرار اعاده الفتح بالمحافظه على الوجه الاقتصادي، هيدا الصراع الموجود عندنا اياه اللي بدنا نجرب نحافظ عليه. رح نتابع بس بدي اخذ بريك، رح نتابع معك اذا بتسمح لي ونتابع مشاكل وحلول سوا بعد هذا الفاصل. بعدنا معكم وبعدنا متابعين سوا مشاكل وحلول مع ضيوفنا، معنا مازن بودرغم مستشار وزير السياحة وعضو لجنة التدابير الوقائية من فيروس كورونا، والأستاذ سمير يعقوب عضو تجمع أصحاب المقاهي. طبعا كنت عم تسمع الأستاذ مازن شو كان عم يحكي، قلت لي في عندك رد، بتمنى ما نكون طويل. أنا 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 في قصص ما عم بتوافق مع الأستاذ مازن. انا بتمنى هاي ديمقراطية البلد، هاي ديمقراطية البلد، بس اليوم في شغلة استاذ مازن حبيبي، في شغلة بدك تعرف، انت اليوم من بعد سنة جاي عم تقلي انه قطاع سياحي، اي قطاع سياحي؟ طيب. اليوم اثنين يا استاذ مازن، نحن بالنهاية اموالنا محجوزة، نحن اليوم بالنهاية القطاع السياحي اذا معه مال شخصي، المؤسسة اللي معها مصاري شخصية منا عم تقدر تحصل عليها. اثنين، اليوم انت عم تيجي تقلي بدك تفتح للساعة 7 اما للساعة 9، ما انت بعدك عم تقلي انه انت يور نوت جونا بريك ايفن، يعني اليوم انت عم تقتلني بطريقه غير مباشره. اثنين، انا بطلب انا بدي اطلب من تجمع المقاهي بيطلب اجتماع مع وزير السياحه ومع حضرتك، نحن بدنا اجتماع. نحن عندنا صرخه، طلبت منه خلينا نسمعه. تفضل استاذ مازن. انا كمان بدي رح تعطيه موعد بس تيجي على البلد تجتمعوا انتوا وياه سوا. مش لما اجي، اهلا وسهلا فيه، هلا اليوم فيني دغري نثبط له موعد. خليني اقول لك، الابواب عندنا مفتوحه، حياتها ما سكرت لحدا، بالعكس نحن منفتحين للجميع. نحن اذا عندك لحتى ما نكرر نفسنا كثير، القطاع السياحي نحن جزء لا يتجزا، وزاره السياحه هم القطاع السياحي، فنحن كلنا ايد وحده، مش منا طرف ضد طرف، هذا انا عم جرب اقوله. طيب انا بدي منك ايد وحده، نحن نمثل الشباب. يطول عمرك. أنا بدي منك شغلة إذا بتسمح لي، أنتوا بتمثلوا الشباب بالفينال، خليني أسمع شو عنده يعني مطالب بسرعة تجاوبوا عليها قبل ما نختم، شو بدك تقول له؟ تفضل مطالبك شو هني؟ أستاذ مازن، نحن بدنا جدياً أوكي المياه والكهرباء والأجارات والضرايب، بدنا نحكي فيها جدياً،
اليوم نحن بدنا من قطاع السياحة من وزارة السياحة تخفف عنا شوي ما عليه تخفف تخفف عنا شوي تخفف عنا الشروط تخفف عنا زبوطة أنا بتمنى عليك تتبنى هيدا حتى الناس أنا بتمنى عليك بس خليني أكمل أنا بتمنى عليك أستاذ سمير بس تحكيه بدك أوكي. يعني تعطي مجال يوصل الصوت ليجاوبك بعد ما خلصت أنا بتمنى عليك تتبنى زبوطة اللي أكلينا إنكم تلغوها ما عليه إتس فير لهالقطاع اللي إله سنة عم بيتحمل أوكي شغلات ما إله خصة فيها ما عليه هو أول قطاع أقفل وآخر قطاع يفتح هو قطاع السياحة المطاعم والمقاهي أستاذ شو عندنا مطالب بعد خلي عندي مطالب بدي إياك تعرف بين شق المطاعم وشق القهاوي أستاذ مازن نحن شق القهاوي نحن قهوة نحن من سيرف أرجيلي ومنعطي أكل أكيد معه بس نحن منا مطعم شو المطالب؟ نحن ما عم نجبر العالم ايه إنه بدي أرجل يجي نحن ما عم نجبر يجي أرجل بدي يروح على مطعم بلا أرجيلي في مطاعم كتير بلا أرجيلي وفي قهاوي نحن اسمنا ريستو كافيه اثنين بدنا يعني بدنا اجتماع معكم حتى نحط النقط على حروف يا أستاذ مازن الشعب اللبناني جيع الشعب اللبناني عم بينزل عم بيتبهدل عنا موظفين عم تبكي شباب لبناني من مثل طرابين الحبق بدهم يفلوا ليه بدهم يفلوا نحن ما بدنا نفل بس نحن اذا اجبرنا لنفل فكان به شو عندنا بس انه نحن ما بدنا نفل استاذ سمير اذا ممكن المطالب انا بفهمه الاستاذ مازن هو مفكرني انه انا انه عم بهاجمهم لا انا بدي المطالب نحطها سوا ونشتغل عليها تنوزل مع وزير السياحة عملتوا فيها بيان حددتوها واحد نحن طالبين موعد مش إن شاء الله بس نحن من عنقله لوزير السياحة اليوم وزير السياحة معه خبر انه هيدي انه السياحة بلبنان هو قطاع مهم بفوض على خزينة الدولة مصاري وزير السياحة بيعرف انه في وراه عشرات الاف العالم يعني اليوم نحن معه قدامه مطالب جديدة استاذ سمير عندك بعد قبل ما يدهمنا الوقت بترجيه يا خي يعني اليوم شو بدي اقول الاستاذ مازن نحن نحن بدنا ينظروا نحن بدنا ينظروا بالفتحه ينظروا باوقات الفتحه ينظروا بالدولار السياحي دولار السياحي كثير مهم لنا مصرياتنا بالبنك على القليل وزير السياحه خلينا يحكي مع مصرف لبنان يعطينا شويه مصاري استاذنا شو بتحب ترد على استاذ سمير يعود عضو تجمع المقاهي تفضل حبيب القلب لك يا استاذي انا ما بحكي شعريا على التلفزيون اشعار بهيك ظروف مش وقتها نعم تفضل فانا اليوم ماني طالع اقول خطابات سياسيه والترابين الحبق وين طالعين وين جايين نحن بنعرف وعم نعاني الناس كلها عم تعاني كل القطاعات كل البلد الحكمه ثبت شو ما بدك اسهل شيء نحكي هيك نعم نحن عم نحكي واقع والواقع بيقول اولا هاي اول مره تطلب مني موعد خطي معروف كل الناس بيتصلوا فيي ما عندي حدا ما بيتصل فيي والكل بياخذوا مواعيد مباشره حتى المقاهي ثانيا البلد معروف انه في قانون منع التدخين فاذا بس كون عم نغض نظر نحن وما عم نفوت على انه التدخين ممنوع بالاماكن المغلقه هذا مثل ما بيقولوا عم نمسك القانون ونطلع فيه على العين الضيقه انه اماكن مغلقه اذا خارج مسموح هي لا ممنوع ولكن نحن ماشيين فيها هيك اوكي فاليوم المقاهي ايه بحطوا اراجيل ولكن هلا اذا بتنزل على لجنه الكورونا ممنوع الفتح الاراجيل لانه الارجيل بدها تكون اكثر من 3 امتار هيدا بدبي وبالامارات وبالعالم الاراجيل بده يكون مينيموم 3 امتار بين الطاوله والطاوله وما في تاكيد انه عدم انتشار الوباء نحن لو عم نحكي مسكرين لك المطعم او المقهى لانه تعسفيا بتقلي حقك بس في وباء والوباء بده معالجه والمعالجه في لها اجراءات عالميه بتحطها من منظمه الصحه العالميه مش عندي فانا لهالسبب انا عم بعالج بين الطرفين ثانيا لاكد انه الاجتماع المقاهي هي جزء من المطاعم نحن عم ننظر عليها أنا ما بقدر إن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع ما فيني أفتح للساعة 10 بلش بالسابعة وبرجع بعالج الموضوع لازم دغري للعشرة ما بتزبط النص يعني في إشياء بدك أنت كقطاع بتقلي ما قادر تفتح ما تفتح خلي غيرك يفتح إذا فتح 1000 مؤسسة منشوف شو المشكلة تبع البقية ومنعالجهم نحن عم نجرب نعالج مش عم نجرب نزيد مشاكل
بهيك اوضاع سياسيه اقتصاديه متدهوره، الدولار ب 15 و20 ألف، بدك تمشي الامور، ما فينا نقعد بس نحط نظريات. استاذ مازن، استاذ مازن، لانه خلص وقتنا استاذ مازن، يعني الموعد رح يكون قريب مع الشباب، هيدا اللي بدي اعرفه. اكيد انا اكيد هلا رقمي معروف، اذا بتعطيه حدا بدك او انا برجع تحت الهواء اعطيه رقمي. هلا انا بعطيه الرقم. الاجتماع والتواصل بيننا وبينهم هو اسهل شيء، وكل هالامور هي بتنبحث بهذا الاجتماع لمصلحه هذا القطاع. انا بدي اشكرك، بدي اشكرك وبدي احيي يعني شغلك وديناميتك وتواصلك المفتوح دائما معنا. شكرا لك استاذ سامي. هذا واجب. الله يخليك. وصلنا للختام. هلا كل اللي حكيناه انا بوعد انه رح يكون له متابعه معنا من خلال مشاكل وحلول، من خلال زيارتكم للوزاره مع كاميرا معكم لحتى تقدر تارشف وتوثق يلي دائما الشباب بحبوا انه يوصلوا لكل الناس، لانه يلي بيحكي مازن بودرغم على الهواء بيحكي وراء الكواليس وامامه وبيسعى دائما لحتى يكون هو صوتكم. بالختام شو عندك شيء بتحب تقوله للناس يلي هلا هن عم بيتابعونا وناطرين انه المقاهي والمطاعم والمؤسسات تفتح، انت عم بتقول لا ما بدنا نفتح نحن؟ وانا بعدني مصر على كلامي، لانه الاستاذ مازن، استاذ مازن منو عارفين شو الوجع اللي نحن قاطعين فيه. نعم. انا اليوم بختام هيدي الحلقه بدي اطلب من حاكم مصرف لبنان، من الدوله، اليوم بدهم ايانا نفتح، بدهم ايانا بعد ننزف اكثر. طيب اوكي، بدي من حاكم مصرف لبنان ومن وزير السياحه، اوكي، ابتداء من هيدي اللحظه انه يعملوا قرار، اما يعملوا طريقة يعطوا أصحاب هالمؤسسات اللي عندها مؤسسات موجودة يعطون، إذا مش دولار سياحي على القليل يعطون جزء من هالمال تيقدروا يرجعوا يفتحوا ويأسسوا. بدي شغلة منك، نعمل عملية حسابية ختامية سريعة. إذا أنا بدي فوت لعندك اليوم طلبت أرجيلي، نعم، قدي بتكلفني اليوم؟ بتكلفك 28 و25، بكره بتكلفك 40، لانه انا بدي الحق الدولار. طيب. لانه ما بعرف لاحق الدولار مش لاحق مصلحتي، لاحق الدولار همبرجر فريت شيء تاني، يعني هيدا كله يلي بدنا نقول لحتى الناس اللي عم يسمعونا عم نقول دولار سياحي ودولار غالي ودولار، يعني شو قد ايه رح تفرق؟ قد ايش استاذ نقولها في الهمبرجر؟ قد ايه بتصير؟ معلش في يقول للزبونات ولا قد ايه بتصير؟ يعني الهمبرجر مش تحت ال 50,000. 50,000 مع 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 السيرفيس يلي ما بيشفع من واحد واثنين. استاذ نقولنا نحن عم نضحك، بس هيدي كارثه. شفت ليش انا عم بقول لاستاذ مازن انه انا ما بدي افتح؟ لحظه، هو يمكن صار في هيك، لا انا ما انتبه على اللي انا عم بحكيه. ليش ما بدي افتح اليوم؟ انت هلا ضويت عليه. اليوم انا كيف بدي ساعر؟ كيف بدي احاسب زبوني يا خيي؟ طب اليوم انا اذا بجيب له للزبون اقل زبون بده يفوت على القهوه بده يدفع 100,000. اليوم ما بدنا نضرب على الشخص الواحد، ما بدنا نضرب الاشياء مثل ما لازم نضربها بالمطاعم حسب البرسنتاج. اليوم اقل شيء بدنا نضربه، بس ما اليوم انت بتفيق دولارك 13,000، بعد الظهر بتيجي لتشتري 15. ما انت اول شيء كيف بدك تنزل تصدق المنيو تبعك بوزاره السياحه؟ استاذ نقول عنا مشاكل كثير. انا كنت بطلب من بيترا خوري، دكتوره بيترا خوري ووزير السياحه، اوكي، يأجلوا هذه الفتحه تنقعد معهم ونناقش الفتحه المضبوطه. نشوف شو راح يصير. هلا بننطر اليوم بعد ما طلع القرار، ما هيك؟ هلا توصي هي قائمه، بس في شيء جديد بده يطلع. انا بدي اشكرك بالختام. بدي اسالك سؤال. قل لي تفضل. طب هيدا السؤال اللي انا سالته، نعم، معقول انه وزاره السياحه، نعم، اما بيترا خوري، اما نعم، لجنه كورونا يطلعوا يصارحونا؟ انا عم بقول لهم هلا مباشره، بليز صارحونا، اذا مش قادرين نفتح لمده طويله بعدم نرجع نسكر قولوا لنا ننطر بعد جمعتين، بس ما تخلونا نروح نشتري اغراض نرجع نسكر. انا بدي اشكرك وانا حاسس بوجعك، وكتلفزيون لبنان نحن دائما حدكم لحتى نقدر نوصل الرساله. أكيد. انا بوعدك بالقيد المتابعه رح نكون الى جانبكم نحن، وبتمنى من خلال تجمع المقاهي توصلوا كلكم لحقوقكم، وان شاء الله كلنا سوا نقول صفحه سوداء وطويناها على بياض. شكرا لك خيي. ان شاء الله يا رب. طول عمرك سمير يعقوب، عضو تجمع اصحاب المقاهي. رح نتابع معكم اصدقائي برنامجنا مشاكل وحلول بعد هذا الفاصل.
بعدنا معكم ومتابعين مشاكل وحلول. معنا هلا اتصال من مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس تنحكي عن التعميم المتعلق بالمستشفيات وبدل مستلزمات الوقاية الشخصية كوفيد، وبالتالي المهم جدا تعرف الأكسجين في غرفة العناية الفائقة، وموضوع التعرفة الجديدة لجلسة غسل الكلى. دكتور خميس بدي حييك، أهلا وسهلا فيك. اهلا فيك استاذ نقولة، تحياتي لك وللمستمعين. يخلي ليك يطول لي عمرك. مش عم بسمعك كثير منيح. الشباب الهم همتكم يسمعنا كثير منيح تجاوبني. عن التعميم، يعني اصدرت امبارح تعميمين ومهمين كثير بهذه المرحلة. بواقع يعني كورونا والمستلزمات الوقاية الشخصية، من وين لوين نحن انتقلنا؟ وهل يعني هذه التسعيرة بتكون نهائية ولا قد تتبدل مع سعر صرف الدولار ببيروت؟ يعني لايك نحن بالبلد كلنا بأزمة كبيرة، يعني التوصيف ما عادش صح، لأنه فوق العبارات والكلمات إذا بدنا نوصف حقيقة وضعنا على كل المستويات. القطاع الصحي عم يعاني من أزمة كارثية. يعني إذا بتسمع المستشفيات شو بيحكوا ومن شو عم يعانوا بتقول معهم حق. إذا بتسمع الهيئات الضامنة وواقعها وظروفها وماليتها ما فيك إلا ما تقول كمان معهم حق. نعم. إذا بتسمع المواطن والمريض معاناته بفروقات المستشفيات وشو عم يتكلف ماديا وشو عم يعاني معنويا، إضافة إلى المعاناة الشاملة إسا نحن عم نحكي بالواقع الصحي. نعم. بس يعني أنا ما رح أخرج عن موضوع للواقع العام، بس كلنا بنعرف واقع البلد قديش هو مأساوي. خبرني يعني بالتعريف الجديد، يعني بالتعميمين شو صار للناس يرتاح معنا. نحن عم أنا بعمل هاي المقدمة يا أستاذ. تفضل يا حبيبي. إنه نحن عم نعمل شغلة من مطالب كثيرة. يعني المريض لما عم يفوت على المستشفى عم يرفع فروقات طائلة وخاصة مرضى الكورونا. نحن كرمال هيك عدلنا بتعرفة مستلزمات العناية لمرضى الكورونا، كانت 200,000 و400,000 بما يتوافق مع اللي كانت عملته وزارة الصحة. رجعت وزارة الصحة كمان عملت زيادة على 300,000 500,000 للعناية، ونحن أخذنا هذا القرار بزيادة تعرفة المستلزمات لمرضى الكورونا. نعم. ل 300,000 500,000 لعل من خلال هذه الزيادة بنخفف عن كاهل المريض انه يدفع فروقات كبيرة. نفس الشيء بما يعني الاكسجين. نعم. الاكسجين يعني كل المستشفيات تحكينا قد في تكاليف عالية على الاكسجين. مشان هيك نحن كمان زدنا سعر ساعة الاكسجين. تدفق عادي وعالي يعني اوكي في سعرين. نعم. نعم. ف 6,000 للعالي و 3,000 للعادي. بس كمان آملين وزدنا حوالي 100,000 لجلسة غسل الكلى. لهذه الزيادة قد ايش صارت الجلسة؟ يعني 250,000؟ 250,000 الجلسة الوحدة. هيك بنكون قدرنا نحن يعني سكرنا يعني العجز اللي كانت المستشفيات عم بتناشد بتعديله. مزبوط؟ لا لا اكيد هودي ما راح يسكروا عجز المستشفيات، يعني مشان نكون صادق وواضح وموضوعي. المستشفيات عم بتعاني ونحن عم نعاني لانه موازنتنا محدوده وما فينا نرفع التعريفات كلها. نعم. مثل ما بدل المستشفيات. بس انا بالمقابل بدي اقول شغله كثير مهمه عبركم يا استاذ. نحن كلنا بوضع استثنائي، علينا جميعا انه ناخذ قرارات استثنائيه ونتعاطى مع الوضع باستثنائيه. انا ادعو المستشفيات، انا دعيتهم وجها لوجه باجتماعات، ولكن مجددا ادعوهم برغم من تفهمي لمعاناتهم، ادعوهم الى التحلي قدر الامكان بالصبر ليظل هالقطاع واقف على الاقل شوي على اجراي ان شاء الله يا رب، ويحددوا او ياخذوا قرار نهائي انه يمكن مضطرين هاي المرحله يشتغلوا. مش بدي اقول بدون ارباح، كنا نقول صفر ارباح، لا يمكن يضطروا يشتغلوا بخساره، بس بدهم يتحملوا معنا مع الناس هيدي الاوضاع ويكونوا عم يشتغلوا بشويه خساره او بصفر ارباح.
وبدعو بنفس الوقت أدعو الهيئات المعنية أنا مستعد وجاهز أولا أنه ينعمل قرار، يعني ما نكتفي بالاجتماعات اللي عم يصدر عنا كلام عم يضل مع احترامي لكل هذه الاجتماعات ضمن الغرف المغلقة. حلنا نجتمع كهيئات ضامنة ووزارة صحة ووزارة مالية وكل معني بهذا الأمر ناخذ قرار قابل للتنفيذ، قابل للتنفيذ إن شاء الله نشتركوا فيه. عارفين كلنا أنه البلد مفلس، ليش بدنا نضحك على بعضنا، وعارفين كلنا موازناتنا محدودة، بس آخر شيء في خيار لازم يتاخذ، في قرار لازم يتاخذ. نعم. لدرء الهوة والكارثة. إذا بكرة المستشفيات أفلست أو سكرت لأي سبب كان، يمكن لأنه بطلوا يربحوا، يمكن لأنه فعلا أفلسوا، شو بيصير بالعالم، شو مصيره بيكون؟ إن شاء الله هالموضوع سعادتك يعني هو رح يكون محور حلقة باستضافتك عبر مشاكل وحلول مباشرة، لأنه كتير مهم وجريء بهذه المرحلة من الضائقة الاقتصادية أنه تصدر هالتعميمين يلي حكينا عنهم. اسمح لي أنا حييك، حيي نضالك وشغلك، ولك يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا. إلى لقاء قريب لمدير عام تعاونية موظفي الدولة دكتور يحيى خميس. كمان منتابع بموضوع مهم كثير أصدقائي، من المواضيع يلي هلأ نحن عم نسمع عنها هو إعلان مالكي الشاحنات العمومية بمرفأ بيروت ببيان صادر عن النقابي الإضراب إنجاز التعبير والتوقف عن العمل، عندهم مطالب محقة. بنسمعها من المسؤول الإعلامي والعلاقات العامة بالنقابي شفيق أبو سعيد. أهلا وسهلا فيك. جمال دك، أهلا وسهلا فيك، كان صباحك وصباح المشاهدين. خلي ليك خبرني، يعني أنتوا بعد 7 أشهر على انفجار 4 آب، انفجار المرفأ يلي دمر شحنتكم، وكنا استقبلناك بشهر آب عندنا حتى نحكي، يبدو لغاية اليوم بعد ما صار شيء. احنا سنقول حتى قبل الاربع اب نعم. كنا عم نعاني من ارتفاع الدولار نعم. وتراجع حركه الاستيراد والتصدير الى مرفأ بيروت حوالي 70%. نعم. اجانا انفجار 4 آب اللي معتبروا انه هذا انفجار كارثي بالنسبه يعني للبنان كله والنا بشكل خاص، لانه احنا متواجدين بمرفأ بيروت. لتاريخ اليوم من بعد مرور 7 أشهر سنقول بعد ما حدا اتصل فينا وكلف خاطره يسألنا شو صار معكم، شو في عندكم خسائر. نحن في عنا حوالي 80% من اسطول النقل اللي بمرفأ بيروت للشاحنات مدمر جزئيا، وفي حوالي 20% مدمر كليا. في عنا حتى اللي مدمرين جزئيا في عيال كثيره، في اصحاب شاحنات لليوم بعد مش قادرين يصلحوا شاحناتهم وقاعدين بدون مورد رزق، بدون عمل. طيب نحن اكثر ناس كشاحنات مرفأ بيروت اكثر ناس ملتزمين بالقوانين، يعني كل شاحنه بدها تفوت على مرفأ بيروت بده يقدم صاحبها مستندات بتخوله يعمل هجره. نحن راضين بهالشيء للحمايه، يعني الحمايه تامينات ومستندات. طب وين الغلط يعني؟ ما عندنا مشكله، نحن راضين الفوضى من قلت في فوضى الحمايه، نحن مشكله، نحن راضين. أيه. نحن راضين ومبسوطين بشيء، بس بدنا الدوله كمان تتعامل معنا بالمقابل تعطينا عفو. كيف تتعامل مع كل يوم؟ ما تتعامل معنا، اهم شيء يعني مثلا وزير النقل بعض له مش حاسس ما عارف انه صار في انفجار مرفأ بيروت ونحن تدمرنا. بعد ما وقفنا بهالوقت ما تواصل معكم ابدا؟ تواصل معنا امبارح مدير عام النقل اجى بعد هذا، قال نحن بعد اسبوعين بنحاول انه نحل المشكله. بعد اسبوعين؟ ليه اسبوعين؟ ليه عطى حلو هالمشاكل؟ ما بعرف، بس نحن قلنا له اسبوعين ما فينا نتحمل، نحن باقيين على موقفنا. انتوا اضربتوا، قل لي ليش؟ قلت لك شو بدكم يعني؟ اول شيء التعويضات. ايه؟ التعويضات اليوم في شيء لفتني، اصحاب شاحنات بعد لهلا ما واقفين عن عمل لهم فرنش دولار يعني بايدكم. الشغله الثانيه هي التسعيره اللي نحن اياها يا اخي. طيب نحن التاجر اليوم بجيب من برا، بيشتري بيستورد من برا، أقل حيوي كونتينر $28,000. نعم. عم يدفعون كذا فرش ماني. أجار الشيء الكونتينر من الصين لهم $8,000. طيب 28 ألف هذا أقل نسبة. طيب يكونوا 28 و100 أو 28 و200. ليش نحن بس توصل للشغلة للشحن البري هون بمرفأ بيروت ما بعرف يقدر يتحمل التاجر؟ نحن ما عاد فينا، ما حدا توصل معكم ابدا. نحن بينكم مقدرين من امبارح، احنا مقدرين، نحن امبارح بكره من امبارح بكره وعملتوا مؤتمر صحفي وما حدا حكي معكم؟ ما حدا حكي معنا الا بس قلت لك مدير عام النقل اجى بيعطوا الوزير، معي الوزير
يتفاوض معنا، وهذا اللي طلع معنا. بس اليوم اجتني انا معلومي هلا، اجتني حيكوني من حكاني استاذ بشار الاسمر بيقول لي في عندنا اجتماع 5:30 اليوم، لانه ضغطوا على بالنسبه للوقت. 5:30 في عندنا اجتماع اليوم مع معالي الوزير اليوم عشي بعد 5:30. هذا كمان بعد شيء مش بالوزاره راح يكون بالوزاره اكيد بالوزاره. نعم. ماشي. نحن طب هو الحل بايد الوزير يعني ياخذ القرار؟ هو ما في نحن بعثنا له تسعير امبارح. نعم. تسعير المرفق تسعير النقابي المفروض يتبناها. شو بتقول التسعيره فينا نعرف؟ تسعير نعم تسعيره شو بتتضمن؟ بتتضمن انه اجور النقل مثلا بكل منطقتها ببيروت مثلا كذا بابعد قد ايه بنبلش وقد ايه بنخلص؟ بنبلش بال 100 120 دولار بنخلص اكثر شيء 200 او 300 دولار يعني. نعم بالشكل هيدي الوزير يلي بيحددها بقرار منه؟ نحن انه بس انه بتبناها مع الوزير، ونحن يعني بنطلب اجتماع مع لجنه تجار بيروت لنوصل نحن وياهم، لانه نحن عم نستغل من قبل وسائط النقل اللي بيننا وبين التاجر عم نستغل يعني عم يقبضوا منه يمكن هن الدولار يمكن التاجر عم يدفع الدولار بس نحن عم توصلنا بده يعطونا باللبناني وعم يبتزونا بيجوا لعند فلان انت بيعطيك ارخص هيك بحطوا لنا ربابيق تياخذوا ارخص وعم يفوتونا ببعضنا. نحن بدنا نعمل هالتسعيره نلتزم فيها كلنا سوا يتبناها معي الوزير وزاره النقل ونمشي فيها يعني. بعدين يعني نحن عم نشتري قطاع اليوم اقل دولاب اقل دولاب حق 50 دينار. سمعنا مع معالي وزير الداخلية قلنا له يا عمي هذا الوضع ما فينا نتحمل، بدنا عملوا لنا دعم لقطع الغيار. قرر احكي مع حاكم مجلس في لبنان بكي فينا عم يكون دعم قطع الغيار تنشرها على المنصة. قلنا له عاد، قال مضبوط معكم حق، انا ابني رح اركب 4 دولاب بلوا 600 دولار نعم بدنا نجيبه. ما نحن اقل دولاب اليوم حقه 5 ملايين الصيني اللي اقل نوعية، اذا بنركب ميشلين او بريدجستون 10 ملايين ليره الدولار، ما بنجيبهم نحن، إذا ما قبضنا بالدولار، كيف ندفع بالدولار نحن؟ ما عادش قادرين نكمل، نحن وصلنا للإفلاس. طيب اليوم الشحنات اللي تدمرت تتعوض عليكم فيها يعني هلا أنتم نحن عملنا ملفات وقدمناها للجيش. كم شاحنة يعني عم نحكي نحن نحن ملفنا كله السنة الأولى مليون ليرة، مليون دولار. ملف كله مليون دولار. تواصلنا مع قيادة الجيش. اجى 100 مليار قال نصرفوا على البيوت والملاسة والمحلات. اجى هلا 50 مليار تاني كمان قال الأولوية للبيوت طب ما نحن كمان أولوية، ما نحن في ناس قاعدة ما عند يعني واقف يعني حتى مقطوع رزقها مش قادرة تصلح شحناتها. في شحنات صارت بالبحر، في شحنات احترقت ودمرت كليا، طب احنا كيف نكمل؟ طب ما حدا قدر يصلح كان عنده ما قدر اللي هلا اللي قدر يصلح من شيء من قريبه صلح، بس اللي مش قادر يصلح بعده اليوم من 7 أشهر اليوم ما عنده مورد رزق يعيش منه هو وعائلته، كيف بدنا نكمل؟ نحن ما عادش فينا نكمل هلا. تصور نحن على عم يستضعفونا وبيستغلونا اليوم شركات الشحن. فكرت رحت لي شركات التامين شركات الشحن شركات التامين مالنا شركات الشحن شنو شركات التامين؟ ما بين شيء بس انه شركات الشحن عوضوا عليكم؟ بعد ما حدا عوض علينا بشيء لا شركات قطعت عندهم باس هيك ولا شيء ابدا اصحابك اصحابك يمكن يمكن شركات الشحن شركات الشحن سام اه ولا ماسي وغيره اذا بيتاخر الكونتينر على ظهر الشاحنه نهار بدفعوك اليوم 20 دولار فلاش ماني دولار. تصور يعني اليوم بظروف نحن فيها الطرقات عم تتسكر بصير عطل بالشحنه حدا كل انسان معرض يصير معه عطل بالشحنه. بترجع معك للتامين شركات التامين ليش ما انتم حركتوا هالموضوع؟ نحن بالنسبه لشركات التامين نحن تاميننا ضد الغير هي. مش تامين فور ريسك يعني اذا تعوض عليك بتزعل؟ لا ما بزعل اذا بتكون ممنونينك يا استاذ اولى تعمل لنا واسطه معهم بنكون ممنونينك بس بالمخرج ماشي ف لكن عم نحكي انه نحن كقطاع ما عادش فينا نتحمل ما عادش طيب شو رح تعملوا بعد الاضرار؟ نحن هودي الدمرج علينا اليوم في عندنا حوالي 50 60 شاحنه محملين كونتينرات وفاضي بدنا نفضوها، نحن مسكرين عاملين اضراب بهددون بدنا يدفعون دمرج. نحن جمعنا هودي الاوراق وحطيناهم عندنا بمكتب النقابي، ما راح نفتح ولا راح نفك الاضراب الا ما ينعفوا اصحاب الشاحنات من هذه الغرام اللي بيدفعوها. وين عم بكون معكم ولا بعده مسافر؟ بعده مسافر بكندا ويرجع بالسلامه. صلي الله يسلمك. طيب اليوم الاجتماع مع الوزير المساء هو مفترض يكون بيضة القباني يحل هالمشكله بشكل اساسي؟ نتأملك نتمنى. واذا لا مستمرين مستمرين نعم قادرين تكفوا؟ قادرين نحن هيك قادرين يعني هيك نحن يعني مش عم نخسر اكثر ما عم نخسر.
الخسارة موجودة فما عاد فينا نخسر. شو بدك تقول له لمعالي الوزير بالختام استاذ شفيق؟ بدنا نناشده انه ينظر نعم. بهذا بمعاناتنا اللي عم نعانيها نعم ويساعدنا اول شيء يأمن لنا التعويضات من المراجع اللي هي مختصة محللين نعم. بيعوضوا ان كان من الهيئة العليا للإغاثة او من الجيش او من هذا ان شاء الله ويساعدنا بتثبيت هالتسعيرة نلتزم فيها تلتزم فيها كل الناس. شكرا لك مسؤول نحن بنشكرك الاعلام والعلاقات العامه بنقابه ملكي الشحنات العمويه بمرفق بيروت شفيق ابو سعيد. اهلا وسهلا فيك. الله يمهدك. شكرا اصدقائي. انا بدي اشكركم وبنشكر متابعتكم دائما عبر مشاكل وحلول. نحن وانتم بنلتقي بسعي لحتى نقدر نلاقي بعض او نضوي على بعض على بعض الحلول لبعض المشاكل. شكرا لكل يلي كانوا عم بيتابعونا. الملقى بيكون عبر تلفزيون لبنان يوميا الساعه 11:30. الى اللقاء.